بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 25 من مناحل المراد. المقاطع ديت والصور ديت احنا واخدينها من عند الأستاذ باسم، قناة وفر في بيتك. وطبعا احنا دلوقتي في هذه الحلقة بنتكلم عن ازاي بنجيب حبوب اللقاح. النحل بيجيب حبوب اللقاح من الليطان، وبيجيب العسل اللي هو الرحيق، ويحط لحد ما يجيبه للخلية. احنا هنا شايفين دي بدائل حبوب اللقاح اللي انا عاملها، والنحل موجود بكثافة عليها بشراسة رهيبة، بياكل وبتغذى على حبوب اللقاح، لان حبوب اللقاح مع العسل ده غذاء النحل نفسه، هو مش عامله لينا اصلا. هو العسل هو بيجمعه وبيخزنه علشان الوقت اللي ما فيش فيه رحيق بيرجع ليه ويتغذى عليه. احنا بناخد العسل نديله بدائل في الشتاء في الوقت اللي ما فيش ظهور ولا رحيق. شايفين احنا النحل داخل بكميات كبيرة على البدائل حبوب اللقاح اهوت. ويمكن صباع انت شايف، هو حتى لو هو مش مشغول انه يتغذى على حبوب اللقاح كان ممكن يحاول يجي على ايدي او خلافه. النحل طبعا ده يعتبر طرد عادي، وديت فيديو اهداء، مقطع كده اهداء من الاخ باسم من قناة وفر في بيتك، وعشان الشعار بتاعه وبتاعنا وبتاع الجميع، يلا نرجع الخير لبيوتنا ولبلادنا ان شاء الله. وشايفين النحل بيتحرك بين الزهور، اهو هو في الحركة النحل دي بين الزهور كده. بنقول له استاذ باسم وبالجميع ان شاء الله، هو بيجمع في الوقت ده، بياخد الرحيق من الداخل، جسم النحلة بيتعاص من حبوب اللقاح، يبدأ النحل بيبقى واخد معاه من الرحيق من الخلية او من اللي هو جايبه، يبدأ يحرك برجليه الاماميتين ويلم اللي على جسمه كله، وبيجمعه في سلة حبوب اللقاح موجودة على القدمين الخلفيتين في الأعلى، في سلة اسمها سلة حبوب اللقاح، بيبقى زي الشوك كده خفيف بيجمع فيه حبوب اللقاح. وهنشوف النحل لما بيجي في الخلية بحبوب اللقاح على رجليه بيبقى شكله ايه ان شاء الله. يمكن دلوقتي قليل جدا النحل اللي داخل بحبوب اللقاح، وهنشوف نحلة دلوقتي وهنتابعها ان شاء الله. وهنشوف العسل دلوقتي، النحل اللي موجود ده كله يعتبر جايب رحيق اهو، كل النحلة اهو قد الرحيق اهو باين قدامنا في العيون السداسية في البرواز. معنى ان النحلة بتدخل الرأس كده، رأسها في قلب العين نفسها اهو، احنا شايفين اهو هي بتحط دلوقتي، بتحط الرحيق اللي هي مجمعاه من الزهور. المنظر طبعا انتوا شايفين النحل كله شغال، حتى البرواز انا خارجه بره، بس النحل هو مشغول في العمل بتاعه ومش مهتم بالبرواز، مين اللي شايله في الخليه ولا بره الخليه، هو كله شغال ومنشغل في العمل بتاعه. هذا احنا شايفين اهو، دي عين اهي فيها حبوب اللقاح، شفناها اللي عدت خلاص، هو النحل شغال اهوت قدامنا ادا الرحيق. ودي في نحله هي جايبه حبوب لقاح اهي في رجلها اللي وراهم، عاملين زي العجل اهو، في حجم زي العدسايه، زي لون العدس كده، ده حبوب اللقاح اللي جاي من الغيطان، وزي العيون اللي قدامنا دي برضو فيها جاي من الغيطان، انما البدايه حبوب اللقاح فاتحه عن كده اللي انا عاملها، لونها مختلف تماما عندي. طبعا حبوب اللقاح اللي في رجل النحل دي بتبقى تبع الزهر اللي هو جايب منها، يعني ممكن تبقى بنفسجي، ممكن تبقى بيضة، ممكن تبقى مخضرة شوية من زهرة الفول الحراتي وخلافه، من كل أنواع الزهور النحل بيجيب. النحلة هي بدأت تتحرك الناحية التانية، هي طبعا بتحاول الأول تخلص نفسها من الرحيق اللي هي جايباه تحطه في العيون السداسية، وبعد كده بيحصل له معالجات. انما هي دلوقتي مش منشغله، ادي النحل اهو اللي بيلمع دوت في العيون السداسيه احنا شايفينه. العيون بعد ما تعبي العين خالص بتبدا تقفل عليه بالماده الشمعيه اللي قدامنا ديت، اللي هي بتبقى اسمها ماده البروبليز، ودي ماده غنيه جدا علاجيا وطبيا وغذائيا، بتعالج 300 مرض بما فيهم والعياذ بالله فيروس سي، وربنا يشفي الجميع ان شاء الله. ده الرحيق اهوت قدامنا اهو، الرحيق اللي هو العسل نفسه. وشايفين النحل عامل ازاي، بيدخل
الجزء الامامي الراس بتاعه في قلب العين نفسها، ويبدا يحط الرحيق من الفم مش من المؤخره. المؤخره دي بيبقى فيه المخلفات، هي بتخرج المخلفات عادي خالص، بس بعيد عن الخليه في الخارج لما بتطير بتخرج المخلفات بتاعتها عادي. شايفين حركة النحل عادي شغال، مش مهتم ان البرواز في قلب الخلية ولا انا رفعه من الخلية، انا بس بوريك صورة وهو بيشتغل. كل نحلة هي شايفين النحلة هي اللي فيها حبوب اللقاح في رجلها حاطة دماغها، يعني معنى ذلك هي دلوقتي بتحط رحيق. لو هي متحطش رحيق وبتعالجه كمان كان على طول تدخل في العين اللي فيها حبوب اللقاح وتفضي الحبوب اللقاح اللي في رجلها وتبدا تبدا تعالجه وتحركه في وسط الايه الحبوب اللي موجوده. يمكن الحبوب اللي فوق شويه ديت انتوا شايفين اللي في النص ديت فيها حبوب اللقاح، بس بدائل حبوب اللقاح لونها مختلف عن اللي النحله جايباها في رجلها، شايفين مختلفه. والنحله برضو اللي مدخله دماغها دي في قلب العين دلوقتي هي بتحط رحيق، كل النحل ده بيحط رحيق. لو احنا شغالين بنصور برواز من البراويز الجديده اللي هي في شمع الاساس، هتبص تلاقي النحل بيبني الشمع اللي قدامنا ده، هو شمع الايه الاساس. واحنا دلوقتي بنقول يعني احنا بنقدم في كل حلقه حاجه جديده ان شاء الله، وان شاء الله نكون بنستفاد وبنعرف تماما. وفي فرق بين النحل العسل اللي هو جاي من الخليه وبين العسل المغشوش، ان شاء الله نقدم كل جديد في كل فيديو. المهم ان انتوا تتفرجوا على الفيديو والاخره، مش تتفرج بيه وخلاص، مش هتستفيد الا لما تكمل الفيديو لاخره. وان شاء الله على تواصل مع بعض باذن الله سنه سنه كده، وناس كتير جدا بيتصلوا بيا وقاعدين يعملوا مناحل وحاجات زي كده. بنقول للجميع يا جماعه ان شاء الله لو عجبكم الفيديو وما كنتش اشتركت قبل كده في القناه، اشترك، دوس واضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر وفعل زر الجرس، وان شاء الله ولايك للفيديو كده علشان القناة تكبر معاكم وبيكم ان شاء الله. وان شاء الله نقدم كل جديد، واي حد فعلا محتاج يتعلم او ينشئ منحل احنا معاه من الاول للاخر ان شاء الله. والى لقاء قادم ان شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع اماناته، ومع الف سلامه.